اهلا بيكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات والاجهزة الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ عندنا، واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة واستغلال الوقت والجهد بحيث ان احنا نقدر نستفيد منهم في حاجات تانية. وطبعا جميع المنتجات دي مفيش اي ست بيت تقدر ان هي تستغنى عنهم، وطرق الحصول على المنتجات دي طرق بسيطة وسهلة جدا، والطرق دي طبعا انا دايما بوضحها لكم في نهاية كل فيديو بيتعرض على القناة. فلو دي اول مرة بتشوفي معايا فيها قناة الادوات المنزلية، اتمنى ان انت تنضمي لينا، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك. وعلشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري ان انت تفعلي جرس الاشعارات، وده اللي بيساعدك ان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى ان انت تدعميني بالضغط على زر اللايك. وتعالي معايا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض، ونبتدي ان احنا نشرح جميع المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ونشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر ان احنا نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها. في البداية هنا عندنا المنظم اللي تقدري ان انت تثبتيه عندك على الحوض وتنظمي عليه كل الادوات اللي انت ممكن تحتاجيها لتنظيف الحوض وتنظيف المواعين. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات للتوابل، طبعا تقدري ان انت تنظمي بيها اكتر الانواع اللي انت بتستخدميها من التوابل. بعد كده عندنا منظم للمعالق والشوك والسكاكين، تقدري برضو ان انت تنظميه عندك على الحوض او على الرخامة. وهنا معانا الجهاز اللي بيساعدنا على ازالة الوبر من الهدوم او من السجاد. بعد كده عندنا منظم للهدوم، طبعا تقدري ان انت تقسمي المنظم ده على حسب حجم الهدوم اللي انت عايزة تنظميها بيه. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا فرشة للتنظيف، الفرشة دي طبعا نقدر ان احنا نستخدمها في كذا طريقة مختلفة، يعني نقدر ان احنا ننظف بيها البوتاجاز او السجاد او الحوض او الرخام او الارضيات. هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني اللي نقدر ان احنا نغسل بيها الشرابات او الملابس الداخلية، والغسالة الميني بيتوفر معاها كمان نشافة، يعني تقدري ان انت تنشفي بيها اي حاجة انت بتغسليها في الغسالة دي، وطبعا بتتميز بحجمها الصغير وان انت تقدري تشيليها وتنظميها في اي مكان موجود عندك في الدولاب. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه الشامبوهات او الكريمات. وهنا عندنا الكبة الصغيرة، طبعا الكبة دي بتشتغل عن طريق الشحن، وتقدري ان انت تفرمي بيها التوم او الشطة او اي حاجة تانية انت عايزاها. وهنا كمان عندنا كبة بس حجمها اكبر شوية، تقدري ان انت تفرمي بيها الفراخ او اللحمة او البصل او التوم، يعني ليها كذا طريقة في الاستخدام. ودلوقتي هنشوف اداة تنظيف كرسي الحمام. الاداة دي بتيجي عبارة عن جزئين، جزء بيبقى عبارة عن فرشة والجزء التاني بيبقى عبارة عن قطعة من السيليكون. تقدري ان انت تضيفي للاداة دي اي مية او اي مادة تنظيف انت بتستخدميها، وبعد كده من خلال ضغطة واحدة كل المادة دي هتنزل عندك في المكان اللي انت عايزة تنظفيه من كرسي الحمام، وهتقدري ان انت تفركي وتنظفي بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو. وهنا هنشوف مع بعض عندنا القطاعة او المبشرة اللي نقدر ان احنا نقطع ونبشر بيها مختلف انواع الخضار اللي بيبقى موجود عندنا. طبعا القطاعة دي بيتوفر معاها كذا جزء او كذا شكل من اشكال التقطيع، تقدر ان انت تثبتي عليها الشكل اللي انت عايزاه، وبعد كده تبتدي ان انت تقطعي البطاطس او الجزر او البصل او التوم. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة الصغيرة، طبعا المكنة دي عملية جدا وتقدري ان انت تاخديها معاكي في اي مكان، وغير كده ان هي بتساعدك ان انت تصلحي وتخيطي كل الهدوم اللي بتبقى بايظه عندك او الهدوم اللي بتبقى محتاجه خياطه. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الكفر المخصص لمشترك الكهرباء، يعني تقدري ان انت تنظمي بيه مشترك الكهرباء وتتخلصي من كل كركبه الاسلاك اللي بتبقى موجوده عندك، وتقدري طبعا ان انت تنظمي عليه اي حاجه تانيه. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة للتثبيت، تقدري ان انت تنظمي عليها الفوط او مختلف لوازم الحمام زي ادوات التنظيف او فرش الاستحمام. بعد كده عندنا المكنسة الذكية، طبعا المناسبة جدا للاستخدام اليومي، وده بسبب حجمها الصغير وانها مرنة جدا في الاستخدام، وطبعا تقدري ان انت تنظفي بيها اي حاجة انت عايزاها. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات الأحذية، وتقدري كمان ان انت تنظمي بيها الشنط.
بعد كده تعالي شوفي معايا الأداة اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل حاجة بتبقى صعبة موجودة عندك، لازقة على الجدار او لازقة على الارضيات. هي عاملة زي السكينة بالظبط، بس طبعا هي مخصصة للتنظيف، والنتائج بتاعتها بتبقى سريعة وهائلة جدا. وبعد كده هتشوفي معايا مطحنة القهوة. طبعا المطحنة دي تقدري ان انت تستخدميها في كذا طريقة مختلفة، ممكن تطحني بيها التوابل الصحيحة وتحوليها البودرة، وكمان تقدري ان انت تطحني بيها القهوة. طبعا زي ما انت شايفة معايا كده النتائج بتاعتها بتبقى هايلة جدا. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنفضة اللي بتساعدك ان انت تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك، وتشيلي بيها كل العفرة والاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك. وغير كده تقدري ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها على حسب الحاجة اللي انت عايزة تنظفيها بيها. بعد كده هتشوفي معايا الجهاز او الاداة اللي بتساعدك ان انت تثبتي بيها اعواد تنظيف الاسنان، وطبعا هي بتشتغل عن طريق الاستشعار زي ما انت شايفة معايا كده. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منخل او غربال الدقيق او السكر الناعم، ومهمته ان هو بيساعدك على ان هو يغربلك الدقيق بالتساوي. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة التثبيت أو الحامل. الحامل ده تقدري ان انت تنظميه عندك على جدار المطبخ أو على جدار الحمام أو في أوضة النوم، وتقدري ان انت تنظمي عليه مختلف اللوازم والأدوات اللي بتبقى موجودة عندك، سواء أدوات التنظيف أو المعالق أو الشوك أو أي لوازم تانية انت عايزاها. هنا بقى عندنا المكوة الصغيرة تقدري ان انت تكوي بيها مختلف أكياس الشيبس أو أكياس التوابل. الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام. لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. كملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وبكل بساطة. وطبعا هم عبارة عن 3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه. فبداية كده، لو انت عايزة طريقة معتمدة، تقدري ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي. طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا، اما بالنسبة لاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة، يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة، وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية. وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية، فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف. وعايزة اوضح لكم حاجة كمان، ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين بيه، يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية، انما مثلا الشحن لامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية، او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتوا تعتمدوها على حسب المكان اللي انتوا متواجدين بيه. بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحل لكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي صفحات الفيسبوك. طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين، وبتدفعي طبعا حاجة رمزية جدا، بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انت موجودة بيه. وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انت موجودة في مصر او في الاردن، معرفش بقى لو انت مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا. بس اللي عايزة اقولهولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، تقدري ان انت تكتبي في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت، طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها. وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف، تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه. اما بالنسبة للطريقة الثالثة، وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي،
فطبعا بتحتاج مني الجهد لغاية ما تلاقي كل الأماكن اللي بتبيع الأدوات دي. فلو أي حد بيعرف أي مكان أو أي محل بيبيع كل المنتجات دي، أتمنى إن هو يكتب لنا في خانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وإن كل الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم. ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك، ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا إن انتوا تضغطوا على زر الديسلايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي أداة أو أي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا إن انتوا تكتبولي في التعليقات، وأنا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. واستنوني إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة. سيبكم في رعاية الله.